تحية طيبة مشاهدي الكرام، وأهلا بكم ومرحبا معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أدب وتراث. رأيت مشيت هذه حد ما صبت جبار ومتوحد، طيت معها شوي وشد عسي ما حنوني برزي، كل نعرف عني بعد بي زين عليه تكرزي والتدفار والشمال لعد بيه تليت وله درزي، لو كنت مرانا ترك لحفوي قاع الهيه ونقلع خرزي وتم اللام الدفر طول الظهر وراسي مكرزي. أدب وتراث لهذه الليلة يستضيف لكم الأديبة خديجة طوبا، أهلا ومرحبا. كما يستضيف لكم الأديب محفوظ والشيخ أمان، أهلا ومرحبا بك. في البداية شاكركم وشاكر جزاكم الخير ومشرفنا حضوركم معنا الاثنين، وشاكركم على تلبية الدعوة. خديجة طوبا شحال؟ ما شاء الله لاباس. شاكرين البداية نبقي نهونتي وجودك معنا الحمد لله كعنصر نسوي مهتم بهذا المجال، يقول لغنا ويعرفوا وينزلوا وما قاعد ان شاء الله صيدات ينزلوا كاملة. نبقى نعرف هي كان بصفة عامة كان المرأة الموريتانية تتذوق اللي قالوا لغنا يعني على درجة واحدة، والله مولي يتفاوت فيهم تذوق لدرجة هاي المرأة البيضانية بالضبط، حتى حد ياك ما تعود المرأة الموريتانية كعموم. أهلا بكم مرحبا. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه الكريم. أنا شاكر لكم على هذه الاستضافة. ودور امرأة نعرف عن العليات نصف المجتمع ومربيات الأجيال ومخرجات العلماء والفقهاء وعلنهم ما يصاب عنهم وعلنهم هم المربيات ويقول فيهم الشاعر الكبير حافظ إبراهيم الأمومة مدرسة إلى أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي وراء كل عظيم امرأة. عن هذا الأدباء كاملين اللي هون وراهم كامل للعليات، والعليات ما يعودوا قاع خادمين. نعم. العليات البيضان ما هم سياني في تذوق الغنى. فيهم اللي تفهموا تستوعبوا وتقولوا وتنزلوا. وفيهم قاع اللي ما هي. مو عندش. ما في عندش، لو مهم عندها. حتى قاع واحد فيه عنده ما هو وحدش. ما أنا ولا درجات. درجات أصل حق فيها اللي زين عندها حتى تنزلوا تذوقوا فيها تسمعوا ولا تنزلوا. يعني هي تسمعوا لا تنزلوا فيها اللي تسمعوا وتنزلوا زين عنده وتقولوا تبغى من ذلك خلينا ننزلوا إن شاء الله إن شاء الله نعم إن شاء الله. جزاك الله خير. أنا مرحبا محفوظ. أهلاً شاكر قناة الساحل على الاستضافة، شاكر أحمد شعبان على الاستضافة. شكرا جزيلا خير. لكن نبدو إن شاء الله معنا بطلعة من غزل هون للأديب الكبير أحمد يوسف. رانا محيينه بعد الله محيينه من هذا المنبر اللي هو قال من تنبسكي تستاسد بيت ملاها يا العقل ما بيت خملش مات الشعب أطقنيت طمع والحية مرعية غير السدبة من تنبسكي تجيل مساعيد عشية وبات إلى ريت الحية فات كورة من قبلة الأودية وإلى ما ريت الحية بات بايت بعد فبل الحية زين وتعرف هون طلع قط قالها الأديب الكبير محمد والهدار وضمنها قا ياسر من الأدباء من ضمنها الداه واللباط رحمة الله عليه أنا مرحمن عليه من المنبر له وضمنها أحمد لبوتة وضمنوها ياسر بعض من الأدباء هذا بعد التاهوة هذا طلع هي لأن بدوا فيها بدقاه هي طلعت محمد الهدار قال اللالو كنت لا غنيت على من تجري فين تليت نجبر تعبير التافي الويت تبرد لي فيها الأخلاق غني حق إلى قديت غير التعبير غلبني ما قلتو ما فت اعتمت عليه خليت وفخلاق يداك شي فم الخلاق أخبر فيه واللي ينفع فيه الخلاق قام الداه رحمة الله عليه اللباتة زاد هو ولا ضمنها طلع يقولها للنعمة من تشوي خارك باطئ يعني الشكل من الغزل زين قال محمد بن سيد إبراهيم رحمة الله عن الغزل إنه لا ذاك اللي نحكي إحنا الناس كامل والله قال محمد بن سيد إبراهيم رحمة الله قال بغي لك النعمة بديه ما أنا محتاج يقين عليه عاد من السيف اللي خاطيه ولا فيه مبرد للأخلاق تعبير نقول ومخليه كيف تقال محمد يدك شي فم الخلاق أخبر فيه واللي ينفع فيه الخلاق زي حتى طيب شو تقول عن مثلا العليات اللي مهتمين بهذا المجال قال
شو رايك فيه؟ انا زين عندي الله يوفق رضي الامام العليات اللي قالوا لدب الحسان يعني الروايه زينه عندي بي لدب الحسان ما هو حقر على الرجال لدب الحسان العليات البشريه كامل للعليات وللنساء ويقولوا لك النساء ادبهم ما يقد يساوم عدب يقد يقول امراه طالعه ويقد يقول راجل طالع وشي طلعت المراه شبه من طلعت الراجل لا مانعه لا ما هو هذا اللي قال انا زين عندي نختار تم اختيار البرامج تم الادبيه تم استضاف النساء حتى ما بيات بعد العليات ما بيات العليات وتستمد من اختيار العليات هم اللي زاد هم يستجابوا وتموا للدعوه ويستهموا بدبهم ويتموا يخلوا عنهم ذاك تموا اللي منها قالت شيء من الادب تحكيه واللي قالت اللي عندها شيء من التبراعة تم تحكيه هذا تراث ومن ما نحافظ عليه كامل المجتمعين لا يمرق بين يدينا هذا هو هو زين هذا الحق تش ما صار انا قال هو ما ضبط عليه انا ارى ان الادب ما عنده جنس زين حتى زين حتى الادب ما عنده جنس الادب للناس كامل ولا عمر ولا عمر لا عنده جنس الناس كامله تقول الناس كامل تقول لمرأة تبغي تقول تقول في القزل تقول في التوجيه لا اللي بقات لا اللي جات فيها قريحة إنسان يقولوا من الشعود فيه الفائدة يعود الشعود من المجتمع ما لها قد بعد قولوا ما لها قد قولوا بعد وأنا بعد هون لين نحكي الشيء ترى بدأت من القزل القزل أصلا ما نحكي يعني. طيب يقال لين نحكي هون الشيء طيب والديدي أخي صح الله يقول اسحاب الوحشة وامريك وذاك من الضيق يجيك سيك وتجلاجك بك الله وسيق ليعات اللي بها هرامة واصبر لا قاعد تقول قيك سبت يا البال اسقامك راهي قدامك والطريق قدامك سيب قدامك ويقول من تحبيب ذيك اللي شفت مرت بالطيب ما حرفت واللي قاعد كوني قلت بغنايا عن من تحبيب مرت بالطيب يقضب من تحبيب مرت بالطيب قولي نرى كان المرأة المرأة الزمن مرت اليوم تتذوق الأغنى بالدرجة اللي كانت تتذوق بها المرأة الأولى معروف عن العلاقات الأولى رقم بداوة المجتمع ورغم يعني عن المجتمع كان محافظ الحمد لله قام زال مجتمع محافظ يا غير كانت تتذوق اللي قالوا الأغنى بدرجة متينة حتى من درجة يعني المرأة مرت اليوم تتذوق ذاك الأغنى دي معنا دي عصر اليوم عاد عصر اس ام اس عصر تليفونات عصر الاغنيه العربيه والاغنيه الاجنبيه من درا كانها تتذوق الادب كتذوق المراه القديمه ما يظهر علي كاع اللي شفت العليات اصلا ناس لا ما كانت واحده قاش كانت واحده مثل العوده من يخارق وقنوات وراديوات ياسر من شي موقع والناس واحده فيها لا الاغنى كل شيء شو المدح حد اللي عدل شيء زين ده هي قالوا طلع زينة من المديح وحد لا عدل شيء خاص اللي هي يعين لين قالوا ومرأة عفيفة لا تنقالها فيك طالع عليها تقع عفيفة ما شاء الله كاملة يا غير بعد نعرف عن برك ما نعرف عنه مثلا يعودوا كيف كانوا بهم ما صيبات قاعدة ما صيبات ما هم صيبات رو ما صيبات رو بيه اللي اشتغلوا بيه اللي واحد قاعد في اللعبة اللي قالوا مسلسلات والقنوات زين حتى ما درجة الاهتمام كانت خارقة ما نعرف أنا مثلا خارقة ظاهرة قاع ولا دبرك الساحة ما فيها نساء أديبات يا سلاف ما أنا ما شفتهم قاع ما في بالأديبات يا سلاف والله لا عاد بعدهم ما هم ما نعرف أنا ما نعرف حجمهم بالضبط نعرف عن فهمش من العلايات يتوقع الذين قالوا لدب وخارج التذوق وخارج قول الأغنى خارج واحدين يتوقع لدب حسني وحدات يقولوا أنا أعتقد أن خارجات وحدات يقولوا يغير أجاه أحداثه ما يبقوا وقع بما سبق نسوي لك عنه لماذا دائما النادي والعليات دائما منه تقول لغنى تشحدها يعني ما يقدم أحد يسمع أحد عنها تقول لغنى ولا تبقي تعود إن قال فلانة راهي قاد طلعة فلانية دائما وين تقول لها أنتية أنا ما أقول لغنى لا يجيني اللي الحق ما نبقى يجي الحق هذا في رواية شوف أنا هيا بارك نقول لغنى يقال اللي نقول منه ما نقول ما قطقت القزل يقال نقول ادب توجيه الوحده الوطنيه زين عندي شيء في التصحر عندي شيء في الارهاب عندي شيء في مثلا شيء عارف مواضع اجتماعيه اللي بصالح المجتمع زين حتى عندي ياسر مش نقول غير بعد ما هو قزل هو لغنى قد حد يقول فيه شيء شيء ما يقدر ينقال قاع في جماعه ما يقول حد قاع قاع اصلا زين حتى ما ينقال حد يقول شيء يقول لا شيء قد يقولوا في كل بلد من يمشي من اللي تقول انت قولي احكي لي بعد قاعد شنو تقول انت ايوه لا تقيت
قلت النهارات في عيد المرأة ومناسبة مولي اخبارات بالنسبة لمصحف الشريف. قلت المرأة كسبت بفعال دور كبير وقزات في تربية الأجيال وحفظ المقدسات وعليها دور كبير في التدبير وتسيير الدولة والتيشير ما قطت فيه السعاس وتندد بالتعبير وتعبر كيف بقات وشي فيه الخير تدير فيه القيل وقزات وشي لاهي خلي صغير معناه بلا من بقى ضده ومن ذاك يجير قاع الواحد بالذات. المرأة مزاها قاع على الأمة من جاع تربي باتساع الأجيال ولا شفرات في تربية بطباع زين الأجيال ورات لذا قيمة والباع موسعته عسلات الفتنة والتشناع ونوع النعرات وضد أمه اللي تدنيس المصحف ضد الهيس على الشيشين تكيس قبل تقيس وضحات بالقالي والنفيس لجل الدين ونمات الأجيال على تكريس الدين والعليات من ذاك عظم رسول لزند قبيل وعاون نصره بفعل وقول ومنهم أمهات المؤمنين قاع حفول العليات وليات جابت له ومدلول لنا عن المرأة قلات المرأة كسبت بفعال دور كبير وقزات في تربية الأجيال حضر المقدسات. هذا حد قالوا يا الله يجح بيلي فيه تربية العليات ونصرة رسول عليه الصلاة والسلام هذا ما يشحد والله ما يشحد حد قال شي الله ينقال ما يجحد يقولوا والله ما يلتوش أنا بعد زين بالمناسبة شكرا لك محفوظ هاي طالع هون لما رايف قال اللي متعني به لحق لي بعد من يبغيه غير علي اللي مغليه ما قلته ما زال ما قلته فخلاقي كيف تقال الداهم خليه كيف تقال محمد يداك شي فم الخلاق اخبر فيه اللي ينفع فيه الخلاق زين هاي تضمين مولي يقول لديب الكبير الشريف السيد ارانا مولي محيين ومن هذه حي كذا من بر الله يقول في شيء يقول في شيء ما في يمول يجيك هذا المقفي فلشي ما في يمول يجي هذا مكفي مكفي الشريف السيد هذا مكفي الأديب الكبير الشريف السيد فلشي ما في يمول يجيك فلشي ما في يمول يجوليك فلشي ما في يمول صرت فلشي ما في يمول يجيك صرتك ذيك الا متخطيك ما عيني فيك ولا نبيك متعلم ومقصر قيدي دون قاع ولا قط ولا قطع عليك لحت العين ولانك غيد اللي ندور ونقد اللي ندور ونقد نجوليك مالك حد من اهلي قيدي يلهقم ولانك عراد منت ولانك طب زهيدي معناها عنك زاد معناها عنك زاد في قيد معناها عنك مالك زاد في قيدي عايش من جيدي الله يشرب السيد الله قال قال فيه لود التراد طلع وقال فيه دب التطلع تراد تراد ولا الشيعة لا اللود التراد قال فيها طلع قال فيها طلع وحيد عيني قلت فيها شيء مودي اللي انت احمد يا وقولوا النصر هذا خليني وقت اخر ان شاء الله انا الله سلام ثاني خليني يقول هم طلع من لما انا كي اجيب قال ذاك مهدخ ديميرة لا تعدل بالليعات الحالات يا الدلال أو تاد الحيات من حومة المهد السلو ومرير في الأزيب وخلات ميراد اللي بقر مجهلوا الأخبار ولتاو الوتات عليها يمشوا ويولوا وويد المقيلة فشكات قتمتوا وتباخر ظلوا ما قبلوا من وجه دوارات المخرف الأيام يخلوا كون يقوم الساحة اللي مهد مقابل له ويد تلو شوفوا يا الدلال على خد المرير مزال فبلوا أورك صورة بودي أنا صورة انت ما ترى عن الحمد لله المراه حد ينكر دورها لا دا يبغي ينكر توبيه يعني الحمد لله عاديه هي قاعده خاصه نصف المجتمع قال موجود الحمد لله في جميع القطاعات المجتمع كامل المجتمع قاعد هي نصف المجتمع تربي نصف الاخر قصيتي معناها اعلن حجه ضعيفه يقول لك مثلا ان المراه ما تدعو تقول لغنا المراه هي مشات في الفضاء وانجبرت في بيروهات وعادت للشرطه وعاد على الاقل المراه تقول لغنا والله شفت لك القضية لكن في المسائل كان ينقال عن المرأة ما تقد تعود في الوزارة كان ينقد ينقال عن المرأة ما تقد تعود في الإذاعة صحفية كان ينقال عن المرأة ما تقد تعود في الصنادرة لا حالته غير قامت وغجرت لك الحالة وما زالت عندنا حالة مولي نحن هون تهمنا احنا يا الله للثقافة في ذا البلد ويا الله تستهم بها ويا الله قام مولي ما تعال قا وزارة الثقافة مولي يا الله تستهم به الصيف اللي هي عن المرأة زادية يا الله ذا المجال اللي هون دخلوه فيه نعرفه عنه اللي هم المجالات المرأة لكن ذا المجالات اللي عادت فيهم
يلا زاد هي المرأة. المرأة تقول لك أنا ما يكبر من قد. ما أنا ما يكبر من قد إلا زينة قال يلا تعود شاعر ويلا تعود مغني ويلا تدخل لك طاعات مع الرجال عادي غير امرأة محترمة نغني نقول شيء محترم ندخل لك طاعات مع الرجال وهي رواية بديهية. أنا معتق أنا اليوم ذاي الحلقة مع اللي قال له تقدم المرأة اللي قال له مجال لدبر حسان. به اللي هذا شريحة من المجتمع أساسية به اللي منين خالفة من المجتمع منين تبقى عن التراث لا هي يبقى التراث هلا عاد واقف على ثلث دواريك وواحدة من الدواريك طايحة وهذا ما يصح. يطيحوا ثلاثة تبقى واحدة. يطيحوا ثلاثة تبقى واحدة. أنا القضية لا بد منه. غيروها الحمد لله. قلنا عاد المرأة. راني ضد مساواة المرأة مع الرجل ما تصح. ما تصح. بالنسبة لي ما تصح. ما تصح غير لا بد من المرأة. المرأة ومساواة المرأة مع الرجل أنا معها ضدها. ما تصح. الحمد لله أنا بطمنت عليها. تعدى المرأة. خدي بها اليوم. تعدى المرأة راجل وتعدى الراجل. ما قد مساواة بين المرأة والراجل أنا بعد بالنسبة لي أنا. ما صح خادي باه هذه من اليوم سمعت اغنيها الحمد لله عرفت الحمد لله عن تبارك الله عن العيات ما هم بسيطات عندك ان شاء الله عندك 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 اغنيه زين مزاره اي ذو مزار جاي ان شاء الله ان شاء الله قول لي فكره واضحه لك عن مثلا المراه تجبر في البيت معناها عنها اللي قالت تقنع ما 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 يكبر من قد هو لقنا قاع مش كتكنا مو كل حد يقول لقنا هو اللي لقنا هو اللي جي لرجع لرجع ما لقنا ما قلت خارج واحدة يعني يقولوا لقنا قال ما قالوا رجال ما يقول دوب يقول لي هي مو هي بيعطيها الله سبحانه وتعالى خارج اللي نميها وخارج اللي يخليها وتشوف موهبة وخارج هم هم ارتاح فهم اجيبات كبارات فهم من تلخو لما تم تلخو لما تم تلخو يقولي تقوله خديم انت خديم الشيخ لما تم تلخو تقوله من ادم ما قال الموزون ما هي الشيء ما هي الشيء انا قال الشيء حد يقول وما هو موزون ولا هو موزون ولا هو زين بعد مو اعرف شو دغنا هاي لما تم تلخو هاي غريبه هي معناها مو كل عزم انت الدار اللي تقول اللي وحده يهدم حله ومن له جبيهة تخلى ولا لا هي تنسخها من له وخيار اللي ولي لتم الله تولى واستعلم ما قط تعلم واستعلم ما قط تعلم إلا محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم هاي مو في العزم فابو قريب قريب معناها انه قولي انت الحمد لله كعنصر نسوي تقول لغنى وتعرف من تعرف تعرف شو تفضلين من الاغراض ومن لغنى؟ انا لغنى زين عندك من درجة كانت تفضل الأغنية ولا الشعر؟ أيهم تتوقع أكثر؟ الشعر تتوقع الأغنية معنا؟ هو قال لا الأغنية زين عندك طبيعي ما من درجة الأغنية أي الأغراض تتوقع أنت وزين الأغنية زين عندك كام؟ ما ينقال في الشعر عندي وزين وما ينفق عليك شيء من الوقت إذا قلت أنا يا قيل أنا زين عندي ذاك توجيه إيه أنت تحس أنت عندك قرب التوجيه زين عندي بهلي لذيذ يا تعود يوجه المجتمع حامل رسالة حامل رسالة يوجه بها المجتمع رواية كاملة شافة يا الله يلعب فيها دور لا يساعد المجتمع في شيء هو يقبع عنده المنابر وعنده يا طول يقبع رسالة للمجتمع يوجه المجتمع فاهم كيف هاي الوحدة الوطنية الوطنية احنا مهمة بالنسبة انا قاعدة في برضه هنا أنا الوحدة الوطنية خديت توبة نعرف حد يقول الحد اللي خالط الكوار والبيضان مدخلني ورطم من باقي وما نصور عزت خاطي وفوق الظن وقته مستكبر مستكبر وقته متبيضان متبيضان الله يبارك فيك مو جبر الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية مهم ما يفتي ما يفتي بشاعر ولا يبقى أديب ولا يبقى مغني ولا يبقى حد ما قال فيش زي حد ما كنت هي كاميرا تتوقع لدد كامل تتوقع بغزل وتوحيد وتمديح ما قبلت فوق قد صنت تسمعيه بعد نسمعه ونعرف عنه زين عرف عنه زين ونقال ليات مو بعد يقولوا تبرا تبرا يقولوا تبرا تتواسى بقى تواصل ما تخسرش ما حد بعد قال تبرع ما يقدر ما يقدر مش حد يقول التبرع في وحدات يشحدو قولي لي بعد ما يخسرش اذا ينحكم وش التبرع ليش ما يخسرش انت مثلا قد تبرعت انا ما نقول التبرع انا نقول قزل نقول ليش فيت لذلك ما هو مش هو تبرع فيتو انا ما نقول نقول لا ذكك لا عندي توشي تبرع ما نقول قزل ما نقول معنه في شيء زين تحكي بالتبرعات تبرع فيه فيه واحدة تقول فكرته زينة عنه معدل من حد الشراد وبشيت التام خمس متحركين وثمانية بشيت التام وخمس متحركين وعنه
تبري عاد تقول فيها المرض قد تبري تقول ما شابت فوق زي حتى تبريات زي هذا ايه تحط سال كم معنا من جابوا يقلعبوا قاعد من أربعة فيديوهات من دبتيت الله اللي جابوا قبلت المسردات حتى زاد ذي اللي يقولوا العليات تقول واحدة تبريعة تقول فيها لكن قد تبقى تقول مشي شيء محدود ما عن ذي يجيبون رجالك لا تنبس الدات ما عيلة ذات معنى الله هو خالق شفت رقاة فيني ما يعود جايب المعنى كامل تموا لها لا باقلوا فمشوق والله ضيف أخلاقي ياكي تموا بالطلعة وعيه قاعد في شيء ما عينه قاعد طلعة تنقال معنى مثلا نموذج منه بي كيف يقولوا نزلت فلي لقراد ترى لبلاد البيمار هذا ما تري قلت حد يقول شكافي ذا ما ترمونا عينه تقول طلع وتقول واحد تقول البال اللا مشتاك والله باقي له ضيف أخلاق زي حد تشكيله البال اللا مشتاك والله باقي له ضيف أخلاق ومن صاب البيل بيه الحكت اللي حق فيه واللا بين أصبع كاتني بن واحد تريان هذا صغير وداقد يجي وكات درجاجه لا بين اصبع البالت ان الامر المولاي ما هن وخارقه واحده اخرى زينه تقول ما في حفره من حب وترفد من خرام هي امتلات من السقم ومن عزني ما تلات قاعد فيها بيدك ترفد شيء ما في حفره من حب وترفد من خرام وتقول واحده والقلب حمومه والجسم أخضر فيه وهاي التبريعة غير التبريعة اللي نقول الراجل ما هي لما الرجال رم يقولون التبراعة ما هي كذب حقيقة هاي التبريعة الراجل يقول لك اسبك ترياعي من بداية الدفع الرباعي زين تخيل أن خالد من واحد يقول مذكور عقبني يعطيني عقير مسبقني والله يوم شفت هذا ويقول واحد تقول واحدة طير السافي المحول عليه من قافي وباطن الزيرة قط الرياض وتقول واحدة تقول واحدة خالك حد الزوين لا بدالي من نلقاه العزيمة لنا والقضاء لله والله لا بد منه هذا كامل عادي ما في تصريح بس بيكون تبراع أنا تبراع أنا رجال يقولوا تبراع أنا أفطر حد داعم مسألة لا بداله من يعود يعرف ما قد يدعم مسألة قولها رجال قال تبراع مو تبرع زين والساهل خلاك مارق ليد وداخل نخلك زين هذا قي والساهل خلاك أنا ماني قبل تدخل مارق ليد خدك تبرع تحكي تبرع ولا ما نقول تبرع ما تقول تبرع يعني ك إذا اللي نقوله إنه ما نقوله للهواء إيه طيب إيه قولي صرا قولي أنت إيش ما راجل شو ما راجل اللي تبرع ياك ماي كبيرة معان الله أنا نقول عنه اللي رواية الراجل ما يط ما لا ترى أنا يعني يعطي وخدل عليه ما أنا رأى إنه يلا خاليات أنا الأدب كامل وملا مقتسم بأنواع وبما فيها التبراع وبما فيها طلع الميماية وطلع البير وطلع البتيت وطلع حاضر في جراد والبت الكبير إذا كامل يلا عود واحد فيه والتبريعة والترواء إذا كامل عود واحد تبرع نقدر نعدل هذا والله الله يحفظ وظلني ملي عن احمد ملي قد لا يعدل ازاد لدب ما هو حكر على حد لدب للناس كامله هو ادب الرجال يقولوا تبرع عليه يقولوا لدب ما عنده شنس ياخذ ادب التراث زي حتى تفضل يقول لديب الكبير رحمه الله عليه الشيخ والمكين قال سلم لي لعد نجيك بالغرور الكافيك على منين ذيك وعلى ما انا مي وعلى عي وعليك وعلى زاد علي وخصص لي لا تصغر بسلام عي سر ومن القرض احذر واسيها جبدية وسوى الهالي عن زر الناس الشرقية وعن ذاك الحد إياك ما بدل شبية واللي منه فيه غباك سوى عنه عي واللي قالت لك فيه مشي لي النزيه به لا يعلم به كون انت خفية هذا ليه تواسيه قرر فطن فيه ويجمل وكافي ما زبت له هي وإذا ما هو فيه الشيخ بعد أخوة رحمة الله عليه يقول لغنا الشيخ رحمة الله عليه والله منك يا رحمة الله مدرسة كبيرة مدرسة كبيرة يقول واحد في الغزل يقول يا ربي اللي ما تزول زول عني الحال عزت ميلالة لا نقول للسوالة ميلالة الله يا سبحانه وتعالى يا سبحانه وتعالى يا سبحانه وتعالى تموت ميت فما فيم طلعت زميل واسمه ذيك مدقاني كنت لا على عزك يتي في الداشي ونين مشيتي ما تدش مني قاع معاش صف عقلي عبد الرحمن بوت عبد الرحمن صف عقلي وضياق حال عيش وزدت في كل مال ونسيت الليلي كان قال
وضحك حازمي الحواشي ومبات على اللي كنت مبات على اللي كنت طال عليه ودمعي ماشي ساكن في فراشي ما نسال غاشي فيه ولا لاش وتخمامي عنك ما نضادني نساس مشاش ونساس الفيدي ونساس الفيدي لين زال وقد أم اللي تقراش وهذا معناه اني قبال مطاير عدت الشاش ومدياني كنت تدالع عزكي في الداشي ومنين مشيتي ما ترش مني قاع معاشي. قولي لي مدرك كان فم فرق بين قنا المرأة وقنا الراجل مثلا افترضوا عن المرأة راهي قاعد تقول داف البتيس وتقول داف البير وتقول داف يعني الموال وقال فيها راجل وكنت لو نفس الموضوع مدرك كان المرأة تقول تجيب قوة الشاعرية في الطلعة جيب والله تجيب قاعد ما جاب الرجل في الطلعة واحد تحس ما هم تميز ما هو فهم كي قلت لك أبدا ما أنا لا ما نعتبر عنهم ما تحسي عن المرأة أرهف حس من الرجل والله المرأة والله أصدق عاطفة طبيعتها أرهف حس ما نقدر نقول أصدق عاطفة أنا ما نتلاوض من الرجل لكن رواية ديها من رعيات أنا ما يهمسني فجأة ما نقدر نقول مشي مشي متعدل من الطابق يقين نعرف عنه ما يقدر الرجل ما تقول له معرفة ما يقدر ما تقول ما يقدر ما قناة مساوين فيه هذاك يقول شي زين يقول شي زين ذاك يقول شي ما هو عادي وخارج شي عادي شي تحكي لا ما اعطى مولانا مثلا قال شي يعني احكي شي عبد الله السالم معلق رئيس الاتحاد الدولي كتاب الثاني تحيه له حيين كامل باقي يكون في مرضى قمت ساعي وتفاجئك فيه بنت وبيض خلاقك ما ودهت ما هو فيه وترقاقك كذا ما هو فيه ولازحت عني نسعى مشتاقك وبقيك وفي مرضاك وتفاجئك وبيض خلاقك وتفاجئك ما ينقاد شي فيه وبين تفاجئك وفراقك قاعد دال دي بين تفاجئك وفراقك الله يبارك قال لي مزيان زين فاركه لا قرب يلا الله الله يسلمهم غني هون في طلعة اخرى لمصطفى وتفاق عمر يقول جيت الطب التلاه داير كاني نلقاه وعلى سترة مرياه ما هو مكرود بلي ولحقت الناس حذاه وشرت عليه من بعيد وفمني ما خلاها قليب من الحديد خلاها قليب من الحديد هو زاد مولي قوم بيدي شيرت له قال قلم الحديد قال قلم الحديد كانت هذا ولحقت الناس حذاه شرت عليه من بعيد وفمني ما خلاها قليب من الحديد زين حتى قلب قليب قليب وقلب جاي من قلب زين حتى شيرت عليه من بعيد يقول الفنان يقول الفنان الكبير القاضي والنقدي والاديب اللي قاعد معيش في حق ام يقول عجيبا لا تميت لين سمعت مره والله ثنتين يقولوا فرد الوحدين مذكوره اللي تتخلات قلت لهم ذاك اللي قلته زين والقال لي قل من الثبات قالوا لي ثابت قلت منين ثبت لي ماشي يا الصيدات قالوا لي ذاك اللي قلت منين قلت انتم هذا شميات صلانا لا هي نمشي لا نعرف بل الوتات ومرصوه لا حصرني شو سامع عندي اللي تخلات تحية لزاد تحية للقاضي شو تحكينا مغنى أنت؟ إيه نحكي لكم بعد اللي عاد تبغين نحكي لك طلع عندي هون في الوحدة الوطنية ما تخسرش تفضل نقول شيء كامل في الوحدة الوطنية ما نصيبه الوطنية قام نقول وحدة موريتانيا بجناس تورس الازدهار غريشة وحدة ما فيها حق حاسب الأغابنة وتفقريش موريتانيا قامت بعلوم الوحدة ذيك إمام اليوم حد اليوم ولا تمتهم فينا وكشحة الحشيشة بين الشعب اليوم ولزوم وحدتنا بعد تعاطيشة واللي بيها تزيان اليوم حالتنا متهون العيشة وحدة موريتانيا بجناس نقول خرص يا الشعب تكاليبة بلدان وشعوب تليبة لاك عليهم متناكيبة زعمتهم كونت وشويشة والضعف وشينة عاقيبة لرية وخلوة ناويشة ما جرت تكون التالي بتشعب عراية وبلا عيشة وحدة موريتانيا بجناس نقول الاستقلال والإرهاب تفاق حاربهم عنك لا تضياق أخلاقك من طول خناق ولا تترك منهم ترميشة ولا تجعل الأخلاق والخاوة مفسد للعيشة قوم بيض وطياتك داق ابني ما هو بتفلفيشة وحدة موريتانيا بجناس واستقلالك تمي لجاك ذكر ولا تنسى خلد ذاك وعرف عن سبق قوم الأعراك ياسر ومعات هابيشة وياسر يا رعاك تدهيشة تعقب تدهيشة وباش تقوم ذاك شو هلاه عاميشة وحدة موريتانيا بجناس نقول قوم انت يا الشعب ندوي للوحدة تجمع وتسوي واحكم بها زاد وضوي قدامك خوف التعشيشة ولا توحد في القام معوي بالكذب وعز الطرنيشة والقاف اللي قلت مدوي في سماعك خوف ترايشة وحدة موريتانيا بجناس تورس الازدهار غريشة وحدة ما فيها حق حاسب الأغابنة وتفقريشة لا ينتفقريش أنا مو نحكي قاف قطعت في الوحدة الوطنية الله والله وحدة وحدتنا ما تمتس وحدة وحدتنا أمر طمي نقول لو حدثنا بس الله الرحمن الرحيم خجته حتى انا زادين لا بدا ينبش في الوحده الوطنيه تفضل
عبد الله طاني يطقع يقول ليش اللي يعني. يقول قوموا للوحده يا الصيدات ويا القمان ولا تطوع عزيمتكم ما فات بقيت الفرقه فينا تكوع. واللي مشي زين علينا نبنوا دولتنا بايدينا نتحد وياك يخاوينا الاتحاد اموال وقوه. دولتنا فيها راعينا متحدين سوى ننوى فيها خوه ذا كورينا وذا بيضانينا والخوه. هي قاعد دين علينا والكاره وحدتنا جوه هي سبلة قانينا وليها حثة المروة وحثة الدين وجنبينا بيها والدين الله هو مسمار الكلابة فينا للوحدة ما قطنا نوه بالوحدة واللي يبنينا عزيمة حرر الخوة قوموا للوحدة يا الصيدات ويلقمان ولا تطوع عزيمتكم ما فات بقات الفرقة فينا تكو. أي تحكي فضل؟ أي تحكي فضل؟ ما ما قالوا إحنا عندي إني نقدر نحكي فضل غير ما أقدر أحكي فضل. كويس. من درا كان دمرة. حاضر معنا فضل الحمد لله عنصر مصري. حاضر معنا أبدا نمتاز فرصة. كنا نبغى نصور عن صيدات ويبغوا المشاهد يعود يعرف. من درا كان المرأة. تستحسن ذكرها في الطلعة. زين عندها هي. ذكر اسمه مثلا خديجة توبا لا يقول لها محفوظ طلع من درا كان يستحسن عندها ذكرها ذكر اسمها في الطلعة طلع يعني تعود ما تخسر شيء شكر زين عندي لا 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 ما عندي الشكر غزل عليات ما يبغون ما عندي الشكر وذكر أنا عندي قدر غزل بالضبط عليات ما يبغون ذكر وسام بالغزل بهم اللي المرأة طبيعتها الحياة يقول السها قاعد هو ما مخل بالحياة قاعد يعود وما مخل بالحياة لا يعود اسمها من الكورة طلع من الغزل أنا ما نبغي كتير شوف خليه عند واقعين. مثلاً هي ذاك لو إذا انقلت لها بالعربية تزين عند. لأنها يقولوا بالعربية وفيها اسم هاي قصيدة العربية ما كوفي اسمها. لماذا هي تزين عندها بطلع قصيدة بالعربية ذكر اسمها في القصيدة العربية. ولا يزين. ولا لا أنا لاحظ عنه بعد هي تزين عندهم ذكر اسمهم أساميهم. والله لزين ذقنا حتى القزل وبالحسانية من. بالعربية لماذا صار يزين عنده في الحق قصيدة في العربية ولا يزين عنده ذكر في الطلعة الحسنية؟ ما مسيان؟ ريت ما مسيان الناس الواقع ما قد قاعد تساوي الناس سواهم خلقهم لا سواه. لا ما حق. وكل خالد واحدة ما يقول ذكر أسامي. زين. خالد واحدة قاعد زين عندها لان قال فلان قال لي فلان طلع الفلاني وقال لي كذا وقعد لك خارج شيء يتفاخر بأنه خارج شيء. يتفاجئوا هذا. يتفاجئوا فيه وأنا بعد نرجع ده الحياة المرأة. المرأة أصلاً. ما يلت. إذا ما 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 زين عندك ذكر الاسم أنا بعد ما زين عندي حد قطعني ذكر اسمي طالع ورجال شاكرة بعد ولا أحمد دية على قاضي قال لي تيجي في مبادرة المقدسات ما يقدر ولاد ينقذ خد جدته واللي مولات بالمقدسات ونبذ الشائعات وجهله تحية عمري ما جيله نحن تعيش كذلك ومنين فقتي عنده فم طلع زينة قد قعدت عنه في الدكتور عنها ما هي يعني كطلع علي أنا أنا يعني في التقبض يك الناس اليوم من شوية تحدد عيني فيها تلحق ذين من يلحق في ذاك والباقي ماشي بين لحفة واللينا معه ومنين تتصور عين السوا فغداك ذاك وذاك تدور تبرة وفي الشك ذاك هاي طلع كنت حاس عني كنت ممكن نقولها إيش برد حد قالها إيش برد حد قالها عني حاجيني قافل حد منها تعتقد بابه يك لقاه مزور التخمامي تحية لزميلي اسمه محمد العبد الحميد حقيقة كامل لقاه مزور التخمامي لياس النختير نقوله قاموا حاصم قدام وصيد وقالوا ما قولوا حتى يداه وزاد هو حاصم قدام ما قولوا حسيت يعني طلع حسيت يعني كنت نبغي نقولها وقال هو قال هو السبب وبالتالي راني قايل له قال بابا انا بعد في الحقيقه كذا الموضوع اللي طرح طارق عن قضيه كان المراه تختار قال اسمها في الطلعه انا بعد نحن عندنا ادباء كبار نعرفه والى يقد الى اسمها لديب يقد الى اسمها لديب شي ما هو ذاك هو ما هو مجرح من المراه ولا في شي ذاك هو انا بعد نعتبر هذا لا معقول ما يخسر شي كان ما يخسر منين اسمها بشي معقول يعود ما في بالاخص التجريح بيلي نحن راينا تبارك الادباء اللي سبقونا شفت العلاقه فيهم ويداد عزتهم ويداد وهي جابت طلعه اخرى فيها والله انت حبي والله طبعا انا ما اقدر انا شد اخبار ذكر الاسم في طلعه يعني طلع في قمه المحاور ما هم سيان كيف على ما حد يذكرني في طلعه قال حقات وحدات
كيف قال ولاد ابو قال؟ عندهم لنا حد يقول عليهم طلعوا ويسمي اسمه وسموه وسموه كيف قال ولاد ابو قال على الابن على الابن البلكنطاب ومرجومه نومه والدنيا قال لا شراب لابن البن ومرجومه ولاد ابو محمد الكبار ومحترم طيب محترم وعلى ذكر ام اللي هنا نحكوا له طلعه هون لولاد ابو تفضل قال واجع الاخلاق لا ابعاد واد الشارين وبر زاد واد الرش وبر واد رجي والواد مراجع صدر ومراجع كل عاد واد وحيوان ويا الراجع سابق ما نزال تشباشة كانك راجع سيرنين متيت قاد ما تعطي فيه مراجع وتكون بشوي غير بعض الشاف شوي متواجع راجع لشوي ما في حد لا ترقى بالمراجع الله يلحق الله يلحق الله يلحق تفضل عندك ضابط هذا اللي يتفل لقمان زاد شي اسمه حمد القصري حد ينهو لا يخطو لا يخطو لا يخطو حد أصيل في تقانت شام نافذها لاقي عنها عام وعمل بلياليه وليام من الحق من هبل منين عاديبان والوروس أخشان كده تقانت متحدين ينباو ويقباو بالأغمام هم زاد اللام الشوفين يطرالو الشي يقلب للهان قولانو قولانو كون اللي في الحين ما يبقى شوقة درس مقام ولا يبقى في العين خزين ولا يبقى منظور في الكلام ما جاو الفاض ومنظومين ويبقى مودة حق تراب ما هي كيف تراب أخرى زين ولا حقهم اللي زاد أحباب ما ينجبرون من درا كان خرج توبا وانا عرف عنها ما تقول غزل من درا كانت تبكي لاطلع يعني تبكي لاطلع مو فالي ما تقدر تبكي لاطلع من درا كانت امرأة بصفة عامة تبكي لاطلع والله حتى امرأة بشر طبعا لا تلك ساسية قاعد من الرجل بكي لاطلع بعد ما هي مرة تبكي لاطلع وبتتواز وبتتواز خاصة هي اللي رجال اللي تبكي لاطلع تواز سبع طيب انا لا ايش مسوي بعد خسرت بعد ما طلق انا ما قطع مو فالي ما تبكيت ما قطب كيت على الله عليك إن شاء الله داعي يبكي إن شاء الله داعي قال يقول داها واللبات رح نطلع عليهم والشويخ يقولها قلتي عني ماني نعات البغي قدام الصيدات وأنا بعد وأنا بغيك وحده بالذات من الأمور اللي ما نشحد والبالف بغي يقولك عن الأخرات يا النعمة ما قط تردد إذا فات ارتد على مرات وعلي شاع في كل بلد ردوه الناس كثر متات بليده فيها ما يرتد ولاه ولاه باطن ورد شفات وارد فيك سكله جد ترد عليك اني نبغيك الناس وما زلنا في بلاد شوفي باغيك باط بعيني شوف العين خير من الرد لا 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 هو الداد بطل الله عنده قطاع بينه هو خدي من شيخنا انا لا علني ما استحضر حتى ما نمكن نطايح فيه يواجه ولا ما حضرته يا غربات للاسف يا غربات خالق قطاع بينه بدي بخدي من شيخنا تفضل للاسف ذاك بعد انا ما عندي اللي عاد تعرض وحكينا ما لا خايف من نطيح فيه أنا ما مهم من أولش منه أحمد بعد تفضل عدو تكتيت كذا قال 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 واللي يدالي يقول ما حد الزهرة توتعد يا نفسي قبل تغيري مجموعة الغيد عليك بعد كالخمري والميسير ويقول عبد الله السالم والمعلّاه للنعمة تشويق يقول له في الهول انت مولات القص تتيه فيه القدامي لغيرك كهمز الوصل في دراج الكلام الله يبارك تعرف الله تعرف الله يكده يقول الله يقول طيب رحمة الله عليه يقول أنا مفكت الجدير ولا هو مناي واللي خاطيه بلا جدير عندي وبلا صدراي طيب هو طيب عنده ذيك جات الديتة ومنين جات الديتة قلت الديتة جمع النادي كامل الطارف في بال الليتة والليتة ما هي كيف حد عليها زي نمون متجات صغار أعداد خد مغلفة تبارك الله الله بعد الليتة ومغلفة جات الليتة ومن جات الليتة طيب هو طيب هو اللي يقول باطل هو طيب غالي عليه الفكاهية حتى أنه يعود مع راسه الطيب يقول يا لطيفي بان يقول يا لطيفي بان القفطان تبسم من قد القطاع والدراعة متى تتبان من جهة الأكتاف تسافر وأنا مستقبل ذو لوان متعدي في الدين الحافر واشمرني يا الحي المتين مديان وعريان ودافر ومسافر واشمرني مديان وعريان ودافر ومسافر طيب غناه كامل وطيب حقيقة المدرسة وحده لا يسمى اسمه لما اللي ما اسمه طيب الجديد رحمة الله عليه ونسمه محمد أحمد جورا محمد أحمد جورا فم قافوا لأحمد جورا ذاك ليل العارف حكي لنا لجيب حد يبه يقول العارف مالي به لعت يا غير البلو عارف عارف مالي بيلعب يا غير البلو عارف وليت نسوى المجتهد قوم معاهم متعارف عن بلد العارف كيف حد ما يعرف بلد العارف ويعرف بلو قرن لا توتقش لا حول ولا قوة إلا بالله تقش من زين صلحة لا حول ولا قوة إلا بالله المهم فيه
طالع عليك اللي تقول انا ومد نجول القيد لكن بتعي اللمسي ونصوروا الاثنين من بعيد نلقى فلانة من متر البل ونجو نقلوا الاثنين القيد ولا نمشوا ما هو يوم الحد ومد نجول القفلانة ونجي هانا ونجو ببلد ومد اللاكي بتي انا وانا زاد اللاكي في المد هاي لدي بند هاي لدي بند من خديبة مالو لك خد أنا والله ما له. أنا ومد نجول. لكن بتعي المسيد ونصروا الاثنين من بعيد نلقى فلانة من متر البد. ونجو نقولوا الاثنين القيد ولا نمشوا ما هو يوم الحد. ومد نشيل القفلانة ونجي هانا ونشوف بلد ومد اللاكي بتي أنا وأنا زاد اللاكي. مد ماري من بطالة. ما أنا عارفة لا طالع سمعته زيان عندي توب يقال ما نعرف من أولها ما نعرف. يقول أحمد والعيدة. يقول حامد لله اللي بعاد ندر وزين ديار وفرق المحار وعاد زاد جوع من ذبح شعر وهو هو هو من هو صار من لزم الحزم الى ان زاد وكبر وتفاحش وورا ذاك التجال وذاك زاد ظل راسه مور اللي فقده زاد ايش كيف ذاك؟ اسلحنا حد اللي فقده ما نشحد واللي فقده زاد الحد نين معاها نتوحد تعرف ذاك اللي كامل قلت وتعرف زاد يشد مع الأخبار وتعرف تصنت الله لي منزل الله لي منزل إذا أعتقد عن برنامج وقت عاد شرف على النهاية خرسي خديجة و لهنا نختم ب طلع شاركت في قام وطلع شاركت في مهرجان الاتحاد بدبا كتاب موريتاني وشادري رئيس الاتحاد الله يسلم الله يسلم هاي طلع والقاه وزينة عند نختلق علان ثم نقول تفضل. نقول سفارة عن البلاد هو كان تحت عنوان موريتاني. بيئة حاضرة سفارة وإبداع. قلت سفارة عن البلاد الإبداع وهذا الشاع. وبيئة حاضنة زاد موريتاني الإبداع. بيئة حاضنة قرآن وسنة وإحسان وشان ونحو وصرف وبيان وأخلاق وسعة باع. بيئة قامت ميدان ثقافة وأنواع القيم حاضنة مان. بيئة قامت منجاع اللقنة وزوان والشعر وهذا الشاع بيئة قامت ميلاد الأمجاد وتنقاد والأمجاد والأبلاد ما هي كيفتهم قاع وتسعى زاد في الأمجاد ما فترة باتساع وترفد بالعلم الزاد وللعلم افتقطع وفي الشعر بلد مليون شاعر ما هي موجون وبلد زين الموزون وفي الخلق بلد الأطباع الزينين وبلد عون الضعفة وبلد ذا عصيته بالعلم وصون العرض وبالإبداع سفارة عن البلاد الابداع والاشياء وبيئه حاضنه زياد موريتاني الابداع. ما عندك خبره تختم بها؟ لا يختم الابداع. والله نختم خليني نقول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليه وسلم يعطينا قاعد وين نزوبي. تفضل. نقول محمد عصمه مولانا واعطاه القران وجانا بالرساله ما نقلانا وفات الله اصطفاه طاه ومده وخصه وانا شكره ما نقدر نتخطاه. طه الصدق والأمانة طه اليقين وزكاه ومدوا بالعون ولعانه وخصوا بالشفاعة والجاه وحد لا به الخيانة سب رسول في كتبه مدناه لكن لا يبقي مولانا يخزيه وفات قبيل خزاه والمقال اللي عسرانة يلي يحذر درجة مولاه اللي أقولوا يا الوزانة عنه منكر فأنكرنا إذن ومنكر وأكرنا تفضل إذن لين نختم إن شاء الله طالعة هون وقاف طلع يا صاحب عندي قال المرابط طول قالوا المرابط طول اللي بعد صديقي من الصغر حتى رحمه الله عليه تميت لين طر علي حد وفاته توه ولي طلع قلت ربي ترحم المرابط زاد مولانا يا الحي الجواد واللي لبان في حياته جاد بالصوم وقيام الصلوات رقى كثير زقيه الاجداد ورقى كثير زقيه الامات وبارك في الخل من الأسياد وبارك في الخل من الأبناء. زهت زهت. رحمة الله وراء. إن شاء الله وسلم وسلم. إذا شاكركم على. الله يجزاكم خير. شاكركم على. شرف إن. التقديم المتميز. والله. هذا نمشي لك شرف. والله يجزاكم. تزوجي. الله يا حقيقة إيش هذا لا أستحقها جزاكم خير. حتى أنا شاكركم أنتم على حضور معنا وشاكركم أنتم مودي المشاهدين على حسن المتابعة. وإلى أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي أدب وتراث فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا